الموت لما بيذكرك بحاله بتصير بتفكر منيح بالكم يوم البيانين بحياتك. مو بيقولوا الواحد بيشوف فيلم حياته؟ وهيك عم يمر كل شي هلا قدام عيوني. ايه وانت شو اللي عم تشوفه لما جنابك بتتذكر هالفيلم؟ ندم كبير ونجاحات وغضب واشتياق وشغلات كتير كمان يا رشاد. رشاد أنا بعرف إنه زاهدة عايشة. قبل ما أموت يا ترى فيني شوفها؟ بتصدق إنه هاد الشيء الوحيد اللي متمني أعمله هلأ؟ بتمنى أشوفها قدامي وأسمع صوتها. آخ لو بقدر. أنت لساتك زعلان على أختك؟ لأني زعلان على أختي ولا شي. أنا زعلان من الأمي اللي تركت ابنها هيك لحاله وراحت. مو سهل أبدا أنك تكذب على ولد وتقله أنه أمه ماتت. بزمتي كل ما بتطلع بي علي بخجل من كذبي علي. بشوف واسمعني منيح، انت بتعرف مثلي انه امه تركته وهو صغير وراحت وما عاد اجانا منها خبر. على الاقل خلي هذا الولد يعرف اخبار ابوه. تبقى عود مع علي واحكي له عن مرضك عدنان، ابنك لازم يعرف. اصحك يا رشاد وأوعك تحكي له شي بعد موتي. هلأ أنت صرت عم تحملني حمل تاني أكبر من حمل زاهدة. شو بدي أتحمل أنا؟ أهلين يا بنت. مرحبا. وينه علي؟ ليكو على الطريق حابب يركض. قلت له خلص أنا بسوق بتلحقني. لا تكونوا تخانقتوا. هو جاب الخناقة لحاله. أنا اضطريت نزله من السيارة لأنه كل الطريق عم يحكي ووجع لي راسي. ايه تعي لشوف. تعي تركي هدول من ايدك وتعالي عدي معنا هون. تعي. تعرفي هالبيك مين بيكون؟ عدي. البيك ابوه لعلي. اهلين وسهلين فيك. اهلين فيك يا بنتي. معناتها مو بس عم يزعل أبوه هالدب، بده شدة إذن. الله أعلم لمين طالع. قلبه كتير طيب وحنون. بحياتي ما بنسى وقفته معي. أنتي من أي منطقة؟ أبوك وأمك شو بيشتغلوا؟ حكيلي شوي. نحن من أزمير. أبي مدرس متقاعد وأمي خسرناها من لما أنا كنت صغيرة. عدنان لا كتير تجور على البنت بالأسئلة من أولها. رح أعمل قهوة، شو رأيكم تشربوا معي؟ موافقين؟ إيه نشرب. إيه شكرا. إيه نشرب. خير إن شاء الله. على شو عم تضحكوا؟